كلمة الحق يقولوا اطلعوا من البلد. لو قلنا كلمة الحق هتلاقي الأفاقين والمنافقين يطلعوا يقولوا الناس اللي بيعملوا فيديوهات واللي بيساووا فيديوهات واحنا الشرفاء. أي كلام بأي كلام. النهاردة أهو قدام كل الناس محمد معروف بيذبح دجلة لصالح مرتضى منصور مش لصالح الزمالك. الزمالك قلعة رياضية عظيمة مرتضى منصور يتمسح فيها عدة أيام سنوات أسابيع شهور وهيبقى ماضي هيبقى ذكرى. لكن النهاردة ما يرضيش ربنا الراجل عاملها كده وواخدها بإيده كده. مرتضى لما حصلت في مباراة المقصة ولع الدنيا وقال لك ما ينفعش ومش ما ينفعش وحرام عليكم وظلمتوا الزمالك ومش ظلمتوا الزمالك. طب النهارده محمد معروف بتذبح دجله بسكين بارد وكوره ضرب الجزاء ما بتحسبهاش. واحده ثانيه مشكوك فيها ماشي، لكن الاخيره بتاعت مصطفى محمد تسلل واضح وفي اعتراضات وحكايه وروايه. وهتلاقي شله الافاقين والمنافقين يطلعوا بالليل يقول لك ايه وحرم الزمالك من الفوز وعمل وسوى والاعلام المعادي والاعلام الاحمر والبزورم الهميوني والبدنجان اللي مش عارف ايه، وتلاقي الواد البروتا يقعد ينظر والمش عارف كله كده. مساله في منتهى بصراحه. يعني عايز نلعب كره امتى؟ الزمالك لما بنقول واقع يقول لك ده تأهل بإيه يا ابني؟ تأهل بفوز مازيمبي على المنافسين، أما مازيمبي الوحيد اللي في المجموعة قوي كسبك ثلاثة وتعادل معاك هنا. النهارده أنت ده هذا تأهل خادع، 8 نقاط وفرحان بالتأهل، واحد واخد 10 نقاط ولسه ما يعرفش هيتأهل ولا ما يتأهلش. اللي بيحصل ده عهر تحكيمي. أنا بقالي فترة ما بتكلمش في التحكيم وبنلتمس الأعذار وبندعم الناس، لكن النهارده الزمالك لا يستحق إنه يكسب. تشكيل سيء جدا، الراجل عنده تشكيلة بيلعب بيها باستمرار، تغييراته حتى ثابتة، ما فيهاش أي إبداع ولا أي ابتكار ولا أي حاجة في الدنيا. مصطفى فتحي قلت 9000 مرة، مصطفى فتحي ما ينفعش يقعد. طلاق برضه بتدي له ربع ساعة تلت ساعة ما بيلحقش يعمل حاجة. اسلام جابر بتدي له 10 دقايق. ايه يا عم في ايه يا عم؟ هو انت طالما مرتضى راضي عنك يبقى نعك يبقى نعمل اي حاجة ويقول لك ايه ويخدعوا جمهورك إيه؟ نحن تأهلنا الى الدور ربع النهائي والاهلي لم يتأهل. انت متأهل بثمان نقاط والاهلي بعشر نقاط لم يتأهل. السبب ان معاك فرقة جامدة جدا اسمها مازيمبي عمالة تكسب لك الاخرين. طب انت اترقعت ثلاثة في زيمبابوي في موزمبيق في نيلة دي الكونغو ماشي، هل قدرت تعوض الفوز؟ انا ما قدرتش. هل ده فرجاني ساسي الموسيقار اللي كنا بنقول عليه مكسر الدنيا وابداع وحكايه وروايه؟ هل ده محمود علاء اللي كان هداف اللي رايح يمسك الواد من القفاه قام واخده هو كمان من قفاه كاننا في شارع وخناقه في خماره؟ ايه يا عم ده؟ هي دي فرقه الزمالك اللي احنا بنتكلم فيها؟ ولا هو لازم الزمالك النهارده شله الافاقين والمنافقين بيقعدوا يلمعوا في مرتضى وفي الزمالك عشان ينالوا رضاء مرتضى؟ ليه بقى مرتضى عمل القناه ليه؟ عملها عشان الافاقين والمنافقين يدلعوه فيها. ليه؟ لانه عاوز يترشح بالمحامين، عنده انتخابات مجلس نواب بعد 5 6 اشهر، ابنه عاوز يخش اتحاد الكوره، ابنه التاني ما بيفوقش. ايه يا عم في ايه يا عم؟ بطلوا كذب وانفاق بقى، بطلوا كذب وانفاق بتضر بنادي الزمالك. دي فرقه الزمالك بتلاعب دجله اللي ما كسبتش غير 3 ماتشات. كل ابداعها في الاستحواذ مش في التسجيل. النهارده بقى الطعاق. كم فرصة النهاردة أبو جبل النهاردة نجم المباراة الأول شايل الزمالك النهاردة من هزيمة فضيحة. لو عواد كان موجود كان الزمالك طلع شايل 3-4 حق ربنا. لو عواد اللي واقف كان الزمالك طلع شايل 3-4. وبعدين الونش إيه؟ الونش بيعملها كده ولا حد حساب بتاعت محمد عبد الشافي اللي حاطط فيها إيده ورا ظهره. لا ما تتحسبش، مش ضربة جزاء. الراجل حاط ايده ورا ظهره، الكورة جت في ايده والقانون اتغير ومش عارف ايه، لكنها يعني الراجل واخد حظه. لكن بقى اللي كبر جسمه ده زاد من مساحة جسمه زي ما أحد الحكام بيقول لي. فأنت النهارده بصراحة يعني بطلوها بقى ولا الغوها؟ لو كل الحكام مرعوبين من مرتضى يلغوها. هو مرتضى بيعض ولا بيخوف؟ ده مرتضى بطل من ورق. بطل من ورق أنا اللي بقول لك، ولا بيقدر يعمل حاجة. ولا يقدر يعمل حاجه. ما يغركوش ان علي عبد العال بيحميه في مجلس النواب وما بترفعش عنه الحصانه في طلب معالي النائب العام حماده الصاوي من 48 ساعه في 3 قضايا، قضيه احمد سليمان وقضيه الكابتن الخطيب والنادي الاهلي وقضيه السيدتين الفاضلتين ميسه وملكه اللي اعتدى عليهم في النادي الاهلي. فالناس بتخاف منه. احنا عايزين نلعب كوره، بنتكلم احنا عايزين نلعب كوره. الصح قدامك احسبه.
لكن تخاف تترعب يا محمد يا معروف من مرتضى ما تحسبش ضربة الجزاء اللي اي حد في الدنيا يحسبها، وزاوية الرؤية قدامك واضحة والحكاية واضحة، والراجل بيقول لك انا اهو الونش، بيقول لك انا اهو واهو. ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ ده بتاعت المقصة لما حصلت اقاموا الدنيا ليلا ونهارا صويتا وعويلا. وقال لك انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ طب يا عم دجلة استفاد ايه النهارده؟ دجلة النهارده ممكن ينزل درجة ثانية بسبب انه ما كسبش. دجلة الغلبان ده ما عملش غير 3 فوز بس، كان ممكن يكسبك النهارده. ما عملش غير 5 تعادل وهذا هو السادس. فالنهارده في ظلم شديد جدا، ما بقناش بنلعب كورة. كله بقى خايف من شتيمة آخر الليل. بأمانة. كل الحكام بقوا مرعوبين من مرتضى، هيقول على ده إخواني وده بوسنيدة وده مرتشي وده مش عارف إيه. يا ابني هو إيه يا ابني؟ يا ابني حرام، هو في جملة؟ هي لعيبة الزمالك بتضغط، هي لعيبة الزمالك بتنقل الكورة، هو ده الزمالك اللي كان مكسر الدنيا الموسم اللي فات مع السويسري جروس. فين شكل الفرقة يا جماعة؟ فين شكل الفرقة؟ لما نتكلم كده يخلوا اللجان الإلكترونية والأفاقين والمنافقين بسك على أنكل أبو المهات، بسك على عبد الناصر، اشتموهم بالأب والأم، جرحوا فيهم. يا عم احنا بنتكلم في الكورة، ما بنخافش غير من اللي خلقنا، ما بنخافش غير من اللي خلقنا، ولا هنخاف غير من اللي خلقنا. فرقة الزمالك في تراجع. ميتشو اللي انت قلت عليه مش عارف ايه، وانا كنت مصمم انه كويس وقلت انه كويس ماشي، النهارده رايح منتخب ايه؟ زامبيا. وبكام؟ ب 30,000 دولار، مش ب 100,000 دولار زي ما انت كنت جاي. 30,000 دولار. لو في اجهزه رقابيه ولا في وزير بيحاسب وبيسال وبيحقق وبيعمل ماشي، لكن لا في وزير بيحقق ولا جهات رقابيه بتحقق، وحتى لو حققوا عملوا قضايا وعملوا حكايه اهو. حسن سبانخ بينجح ان هو يعمل لها حفظ وحاجات بالشكل ده، ازاي ما اعرفش؟ ما تقوليش ازاي، بس في الاخر يبقى في حفظ وفي عدم محاسبه. النهارده نادي الزمالك لا يستحق التعادل، دجله يستحق الحصول على 3 نقاط، كارتيرون لا يضيف جديدا للفريق. انا اللي بقول لك كارتيرون لا يضيف جديدا للفريق. مصطفى محمد جنوي مهارة فردية، مهارة فردية، استلم من أوباما مشي مشي صاروخية، في جملة؟ مفيش جملة. طيب الجون اللي جه في الزمالك مهارة فردية من أوناجبي طبعا برضه، ما بعرفش يستلم، قطعها عرضية جول أحمد سعيد. طب اتعملت؟ اتعملت بعد كده كذا مرة، بس محمد أبو جبل ما شاء الله عليه سادد المرمى وحاجه عملاقه وحاجه كذا، وقعت من ايده مرتين وطلعت كره. محمود علاء في تراجع، محمد الونش الون محمود الونش في تراجع، عبد الشافي بيعمل كل اللي يقدر عليه، حازم امام تايه في الملعب، فرجاني ساسي مش ده مستواه، يوسف اوباما ما يلعبش ديفندر مكان طارق حامد، عندك محمد حسن شغالي على المدفع، محمد حسن مركز يلعب فيه. اوباما انت خسرت وكابلي ميكر بيلعب الفرقه بحالها، وفي الاخر رجعت نزلت محمد حسن. ما انت خسرت تغيير يا ابني، ما انت خسرت تغيير. طب ما كان لعبها قبل كده احمد سيد زيزو، بنعك ليه كل شويه ونلخبط الدنيا ليه؟ بنعك ليه ونلخبط الدنيا ليه؟ فبالتالي النهارده محمد معروف بقلب، بص بضمير مستريح وقلب مطمئن، اؤكد ان محمد معروف ذبح دجله خوفا من مرتضى. محمد معروف حرم دجلة من الفوز رعبا من مرتضى. محمد معروف يعني خلص على دجلة خوفا من الأفاقين والمنافقين ليلا ونهارا، السبابين واللعانين اللي شغالين بيطبلوا طول الليل عشان يقبضوا وينالوا الرضا ويعملوا مصالح في النادي. اسمعوا كلام، يعملوا مصالح قد المرتب 10 مرات، قد المرتب 10 مرات، وهو عارف بس عامل نفسه مش واخد باله. يقول لك علم عليهم علم عليهم، هيجي في وقت يفكروا يبقى لهم راي حر ولا حاجه، نبقى احنا معلمين عليهم ناخدهم على قفاه هو وعياله، ده منهجه. يقول لك نعلم عليهم. فاذا النهارده نادي الزمالك بصراحه انا زعلان على تراجع مستواه. اي حد هيقول لي طب وانت مالك؟ اقول له يا ابني دي شغلتي، شغلتي نقد رياضي دارس اعلام ومارست الاعلام بقى لي 30 سنه. لو انت من اللجان الالكترونيه اللي عند عنتر عنتر يا عنتره انت حر. واحد شتم، طب بلاش بلاش شتم جمهوره، دي خلي جمهوره دي شويه. هو في واحد في الدنيا قال لك السحر الشبكه مقفوله؟ طب الشبكه اتفتحت الحمد لله. هل الشبكه بتاعتك مربوطه دلوقتي على جول واحد؟ حد يقول لي
هل دلوقتي السحر اتفك ولا ما اتفكش؟ بعد السحر ما اتفك قال لك ده العيال دي نحس بتوع الالتراس. طب الالتراس ما كانش حاضر النهارده. الوايت نايتس يا جماعه يا جماعه ادوا العيش لخباز وفريق الزمالك يتراجع الى الخلف. ما تفرحوش بالتاهل بثمان نقاط في ظل مجموعه ضعيفه يفوز مازيمبي فيها على الفرق الاخرى رايح جاي. وبالتالي دي كارثه كبيره على نادي الزمالك. نادي الزمالك كده بيتراجع بينهار، مش بيتراجع، بينهار فنيا. هو ده الزمالك بتاع السنه اللي فاتت، زمالك الفني والهندسه اللي كان بيمتعنا. هم دول يا راجل مش كده يا راجل، ده مصطفى محمد واخدها لوحده كده من يوسف اوباما، خدها وراح سجل. لكن انت النهارده بهذا المستوى المتراجع والهزيل وثبات التشكيل اللي ملوش معنى، اي تغيير فيه ملوش معنى. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش ما ينفعش. الزمالك يتراجع، الزمالك يتراجع وينهار، ومحمد معروف يهدي التعادل للزمالك ويحرم دجله من الفوز خوفا من شتائم مرتضى. انا هقول اللي عندي، ما عنديش غير ان انا اقول الحقيقه زي ما هقول لك دلوقتي على موضوع كهربا وموضوع منع قيد المصري لمده سنه ونص. برضه هقول الحقيقه، اللي يزعل يزعل، رزقي على الله مش على بشر. اذا كان البعض اللي احنا قعدناه في البيت، جميله قعده البيت والله، تخلينا نعمل اللايفات ونتواصل مع الزملاء وعندنا حاجات بنرفضها بنتفق عليها، لكن الفكره النهارده ده ظلم شديد لوادي دجله وظلم شديد لجماهير الزمالك انها فرقتها تتراجع، والبعض من الافاقين والمنافقين العاملين في مجال الاعلام والسوشيال ميديا يحاولوا التصوير للجماهير ان الزمالك مكسر الدنيا وتاهل. ما هو تاهل بثمان نقاط، تاهل عنده مازيمبي رايح جاي عمال يكسب الفرق. ما هو الفوز الذي حققه الزمالك خارج الديار؟ ما هي المباراه الممتعه التي حقق فيها الزمالك الفوز؟ ما هي الجمل التي شاهدتها اليوم امام دجلة الذي يصارع من اجل البقاء؟ هل خدوهم كافراد او كمجموعه؟ هل الزمالك مستواه يتقدم ام يتراجع؟ الزمالك مستواه في تراجع، واللاعبين مستواه في تراجع، وكارتيرون قاعد متدلع. كارتيرون قاعد متدلع، عارف الفوله والحكايه والروايه من ساعه ما جه من مازيمبي ودجله والاهلي، ففاهم يعرف يمشي اموره ازاي. وبالتالي النهارده الزمالك خد نقطة لا يستحقها، ودجلة خسر نقطتين ظلما بفعل فاعل من محمد معروف حكم المباراة. ظلم 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 وادي دجلة بعدم احتساء ضربة جزاء صحيحة، وظلم دجلة بعدم إخراج الكارت الأحمر في بعض المواقف، خاصة محمود علاء اللي شغال في توا في الملعب رايح يجيب له من قفاه. إيه يا عم في إيه؟ أنت بلطجي يا ابني. هو ده لعيب يبقى ينفع يمثل مصر دولي؟ وعين كارتيرون مصمم يقعد مصطفى فتحي بره. يا ابني مصطفى فتحي ما يقعدش بره يا ابني، هو عشان اوناجم جايب فلوس كتير يبقى لازم يلعب غصب عن اي حد؟ طب اوناجم ما هو الجون منه، جون التعادل منه، وشوفوا قدامه عمال يهدر الفرص. وراجل مغربي هيجي بقى مرتضى يقول لك السحر الاسود، ابو سنيد عامل لهم سحر اسود، اي هجس في اي هجس. فبالتالي مباراه اليوم لا تحتاج الى كثير من التحليل الفني، لكن يجب الاشاده بلاعب واحد فقط وهو مصطفى محمد. يعزف منفردا، مفيش حد بيلعب له كور، لا في عرضيات بتروح لمصطفى محمد ولا جمل. حتى الجون اللي جابه في الوقت بدل الضيع من عرضيه تسلل، وتسلل واضح ومتفق كل الناس متفق عليه انه تسلل، مفيهاش هزار، والاعتراض خلاه خد انذار. لكن بقت السمه الغالبه في نادي الزمالك هي طوله اللسان من رئيسه ومعاونيه واعتراض اللاعبين. لو في حكم فير في لعيبه لازم تاخد كارت احمر. محمود علاء ايه يا محمود؟ ده احنا يا ابني كنا بندلعك يا ابني، شد حيلك وخليك ملتزم ومنضبط. اي نعم انت كنت في منتخب المتحرشين، لكن لازم يبقى سلوكياتك فيها التزام وانضباط. عاوزين نشوف ده في الملعب، عاوزين نشوف ادائك ده في الملعب. مش وفرجاني ساسي طالع عشان اتغير طالع قالب بوزه. يا فرجاني ما هو ده مش مستواك يا ابني. ولو متاثر بالفيديو انا طلعت قلت ان الفيديو ده مفبرك. فين العيال بقى اللي بيقبضوا من مرتضى؟ ما وقفوش جنبك ليه؟ كانوا مستنيين انكر ابو الواحد يقول ده سليم عشان هم يشتموه. لكن حق ربنا انت راجل ملتزم اخلاقيا ودينيا واسرتك اسره محترمه. والفيديو ده مفبرك ومش انت، وقلنا ان دي مودلز من الشام من لبنان وده جوزها وحكايه وروايه، مالكش انت دعوه بالموضوع. اهلا بك يا ايمن الدالي، اهلا وسهلا. فالنهارده صاروخيه مصطفى فتحي
اسمه مصطفى محمد رائعه جدا جدا جدا، مشي مع نفسه، خدها من اوباما مشي مع نفسه من نص الملعب، مرجح رجله جون عالمي، جون عالمي عالمي عالمي، ينافس على افضل اهداف بطوله الدوري الممتاز. تسلم يا مصطفى، وما ارى ان مصطفى محمد مهاجم مصري الاول. لا تقول لي مروان محسن ولا صلاح محسن، مصطفى محمد مهاجم مصر الاول، واحمد بلال اتجنن في هجومه عليه، وهذا لا يعقل، لا يعقل بالمره انك تهاجم هذا الهداف القدير الموهوب الشاب. لما يغلط تقول له انت غلطت، لكن هو ما شاء الله عليه، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظه، ربنا يحفظه. ده تخيل ده بقى لو في الملعب وجنبيه يوسف اوباما وجنبيه مصطفى فتحي وجنبيه شيكابالا، سيبك يا عم من نجم وجع القلب ده، واحمد سيد زيزو ما زال رايي فيه، عامل زي الحصان اللي في السبق اللي بيجري ومش عارف هو بيجري فين. اهو بيجري وخلاص في وخلاص، مفيش توظيف لقدراته ولا الجري. وكارديرون اخطا في التشكيل واخطا في التوظيف. بيتعادل دجله في الدقيقه 40 من كرة اتقطعت من محمد اوناج من البوزاز اليوناني، ده عملها عرضيه لاحمد سعيد كان هادي عليه ببطن رجله في القريبه من فوق ابو جبل. ابو جبل شال كتير بس دلعه في الجون ده احمد سعيد. وفي دي واحده دي طبعا كان في ضربه جزاء اللي انا قلت لكم عليها اللي على الونش، يحسبها لو كان الفنان محمود عبد العزيز رحمه الله عليه بيقوم بدور الشيخ حسني في فيلم كيت كات وشاف ضربه الجزاء دي يحسبها. محمد معروف لما ما يحسبهاش يبقى بيظلم دجله وبيذبح دجله لصالح مرتضى منصور واعوان وخوفا من لسانه الصليط. انت حكم احسب اللي انت شايفه على اهلي على زمالك، احسب اللي انت شايفه، طبق القانون بما يرضي الله، ما تخافش من حد، خاف من ربك بس، ده اخره بق. في جزئيه النهارده في الشوط الاولاني كل الفرقه ما فيش حد بيضغط ولا حد بيحاول يستلم، واقفين بس كده لحد ما دجله يفقد الكوره. لا في ضغط على منافس، لا في استخلاص للكوره، لا في استلام وتسلم، لا في هجمه، ولا في اي رغبه حتى في الفوز ولا روح في الفوز، رغم ان العيال خدت فلوس. خدت فلوسك يا ابني انت وهو، ما خلاص بقى مشوها. مشوها. اتعادلتوا مع مازيمبي قلنا ماشي، لكن مع دجله ما ينفعش. وهناك مرتضى قال لك ده الجمهور اللي قال عنتر عنتر يا عنتره هو السبب، هو اللي نحس. النهارده لا، مش الجمهور، النهارده ادائكم زي الزفت، والمدرب ما بيعملش جديد ولا في اي اضافه فنيه، حق ربنا. والحكم انقذ الزمالك من الهزيمه. ده 56 محمد ونجم سدد وانقذ عبد المنصف ببراعه، وبيرجع يسدد تاني في السماء ونجم من السته، من السته. الواد ده معمول سحر يا مرتضى، خده يا مرتضى وعلمه. انت تعلمه يقرا قران، كنت علمت نفسك. في ده 59 يعقوبي برضه كان له فرصه خطيره جدا، هات وخد بينه وبين احمد سعيد وانقاذ ابو جبل الروعه. محمد حسن نزل في ده 60 وخرج شيكابالا، بداوا يصححوا الوضع، طلع اوباما لقدام ولعب محمد حسن جنب اسمه ايه ده؟ على فيس انه؟ تسلم يا قلبي، تسلم يا قلبي، تسلم يا قلبي. الرجاله شغاله 10 على 10 10 على 10 بفضل الله، احلى زملاء فريق اعداد، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عملوا ايه؟ قال له الملواني. ايوه خلاص بقى، طبعا هنسيب ده ونروح للملواني، مش بتاع مدرسه المشاغبين ده، الملواني بتاع الاهلي. بصراحه الزمالك التغييرات لم تسفر عن شيء، ولم تغير ساكنا، ولم تحرك شيء، الناس بس كانت بتجري وخلاص، ومفيش انسجام ولا تجانس ولا مايستر يلعب الفرق، ولا مايستر يلعب الفرق، ولا مايستر يلعب الفرق. وبالتالي على مرتضى منصور ان يسعد ويهنأ بكتيبه من الافاقين والمنافقين يدعمونه ليل نهار خوفا منه وخوفا من سطوته وطمعا في ماله وفي رضاه وفتنفذ المصالح وتسلك المسالك. ماشي، كل ده مرتضى عمل القناه ليه ودفع فيها الملايين دي كلها ليه؟ عشان انتخاب مجلس الشعب القادمه وعنده كتيبه بتدلعه كل يوم، سياده المستشار عمل ده، انتوا هتقلهوه يا جدعان، ده هتقلهوه. يخرب بيت كده، حرام عليكم، اتقوا الله، اتقوا الله. الكلمه ستحاسبون عليها امام الله، الكلمه نور وبعض الكلمات قبور، وانتوا كل الكلام عندكم قبور. يخرب بيت كده، يخرب بيت كده، اتقوا الله. عنده انتخابات مجلس الشعب، قال لك عاوز انزل انتخابات المحامين، راجل يا مرتضى انزل انتخابات المحامين عشان يدلعوك ويهشتكوك.
وتعرف قيمتك الحقيقيه، وتعرف قيمتك الحقيقيه. تاني حاجه قال لك لما كان اعضاء جمعيه عموميه بيقولوا لي افتتاح الكوره، قال لك لما كنا عنده في النادي كان هدفه تلميع ابنه امير لنزول انتخابات اتحاد الكوره، يبقى احمد في النادي وهو في اتحاد الكوره ونعمل كوبري بين الزمالك والجبلايه، يبقى يضم الهيئتين وبتاع وحاجات بالشكل ده. فقمه الحزن وقمه الاسى على تراجع مستوى نادي الزمالك، والسبب هو عدم وجود ناس بتفهم كوره تتكلم مع مستر باتريس كارتلون. الامر الاخر هو مش عايز اقول، والله مش عايز اقول كلام جامد اتحاسب عليه قدام ربنا قبل اي حد، بس في الاخر فكره اللجوء للسحر مساله فيها كفر. ولو هو لجأ لناس بيقول عليهم مشايخ عشان يفكوا السحر، انت ما عندكش سحر يا مرتضى، لا عندك لا سحر ولا غيره، انت جايب ناس يشتغلوا حاجات معينه، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، يعني بتدخل واحد في نطاق الكفر. فاتق الله، كتاب ربنا فيه كل حاجه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وابعد عن هذا المجال لان اخرته وحشه، اخرته وحشه. والسحر يعيش كافر ويموت فقير، وحده الضرب بالسيف تطير رقبته. فانت بصراحه الدنيا بايظه عندك، وربنا ينتقم منك يا رب بحق جاه سيدنا النبي ويخلصنا منك، طالما الدوله مش عارفه تخلصنا منه يا رب، خلصنا منه ومن شره ومن اتباعه ومن الظلمه ومن الظلمه ومن عليك به وبكل من ظلمنا وبكل من عاونه على ظلمنا او تطول علينا او سبنا او قصفنا او الخوض فينا. ده بالنسبه